هاي، كيفكن؟ في عالم كندي اسمه أبرام هوفر. هيدا العالم كان عم بيقول بالكتاب عنده ما في علاج للاكتئاب إلا بالنوعية الأكل اللي بناكلها. في أنواع أكل موجود فيها مادتين، هي مادة النياثين يلي بثري، ومادة التريبتوفان يلي هي بتخلي الجسم يكون بريلاكس وبسعادة بذات الوقت. تريبتوفان او الامينو اسيد اللي نحن بحاجه لإله بنلاقيه ببعض المأكولات يلي هي بتعلي السعاده، مثل شو؟ مثل الديك الرومي او الحبش، ونحن بنوصله كمان بالاعياد. عندنا البشار وعندنا المكسرات، لما بنقعد كمان قدام التي في كمان بتعطينا نوع من السعاده. واهم شيء كمان عندنا جبنه التشيدر يلي نحن بس نروح ناكل بيتزا همنا نستطعم بطعمه الجبنه، فالجبنه هي كمان بتعطينا نوع من السعاده لان فيها التريبتوفان. خليني أخبركن هلأ عن النياسين للبي 3 يلي هو علاج للاكتئاب وموجود ببعض المأكولات. والنياسين هو المسبب يعلى السيروتونين بالجسم. من وين منلاقيه؟ منلاقيه بالأفوكا، بالبروكولي، بالبندورة، منلاقيه حتى بالبلح، بالبطاطا الحلوة، وبالدارك شوكولات، وبالمشروم. يعني في مأكولات كتيرة بتعلي النياسين بالجسم وبتخفف الاكتئاب. مش بس الأكل المزبوط هو اللي بيعطينا السعادة وبيخفف الكآبة، كمان بعدوا عن الأشخاص السلبيين اللي عندهم نيجاتيف فايبس. فكرمال هيك تتحسنوا مزاجكم، بعدوا الأشخاص وكلوا صحي.